أبرزت قاعة عبد الله السالم البرلمانية من جديد متانة الديمقراطية الكويتية ومقامها السامي في نقاشات ودفاعات مطولة بين نواب الأمة والوزراء. وشهد مجلس الأمة في جلسته العادية مناقشة استجوابين، الأول موجه لوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان، والثاني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في حين رفع استجواب ثالث من النقاشات لوزير المالية دكتور نايف الحجرف لاستقالته من الحكومة. وأشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالطرح الراقي الذي شهده استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وانتهى بتقديم 10 نواب طلب طرح ثقة في الوزير. أعلنت استقالة المجلس، هذا صحيح وهذا حقها، ويعني بيّنت الأسباب وراء ذلك، لكن بالنسبة لي لا أتعامل إلا مع الكتب الرسمية، فإذا وصل أبلغت رسميا من قبل الحكومة بقبول استقالتها عندئذ تلغى الجلسة الخاصة المطلوبة لها اللي هي يوم الخميس، وإذا لم أبلغ رسميا قبل ذلك التاريخ فستكون قائمة. بالنسبة للاستجواب الثاني، استجواب الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قدمت الحكومة طلب سرية الجلسة وفقا للمواد 69 و70 من اللائحة، طلبت إخلاء القاعة، وتم مناقشة طلب السرية في الجلسة السرية وتم التصويت عليها نداء بالاسم في الجلسة السرية، وكانت نتيجة التصويت 31 ب31، وبالتالي نصف العدد يسقط الطلب لأن الطلب يحتاج إلى أغلبية لإقراره، وعادت الجلسة علنية والحمد لله كان استجواب راقي من الطرفين، انتهى بتقديم 10 نواب لطلب طرح الثقة، وأعلنت أني سأدعو لجلسة خاصة يوم الأربعاء إن شاء الله للتصويت على طلب طرح الثقة في الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير